السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بصحة وعافية أعزائي الطلبة. سوف نبدأ درس من دروس الجغرافية الطبيعية أجا 211، الدرس الأول دوران الأرض حول نفسها. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب على المصطلحات التالية: الشبكة الجغرافية، الانتفاخ الاستوائي، الحركة الظاهرية للشمس. أن يقارن الطالب بين خطوط الطول ودوائر العرض. أن يحدد الطالب نتائج دورة الأرض حول نفسها. أن يحسب الطالب الزمن بين مدينتين معينتين. المقدمة: الأرض كوكب كروي الشكل، يدور حول نفسه وحول الشمس. تدور الأرض حول نفسها كل 23 ساعة و56 دقيقة، أي يوم كامل تقريبا، حول محور وهمي يخترق الشمال القطبي والجنوب القطبي. فما هي نتائج هذه الدورة؟ وما هي الشبكة الجغرافية الموجودة على الكرة الأرضية؟ النشاط الأول: لدينا هنا صورتان تدل على الأولى الخطوط الطول والثانية دوائر العرض. من خلال المستند المطلوب: ما هو خط الطول الرئيسي في مستند رقم 1؟ ولماذا تم تقسيم الأرض لخطوط طول؟ ما هي السؤال الثاني: ما هي دائرة العرض الرئيسية في مستند رقم 2؟ ولماذا تقسم الأرض لدوائر العرض؟ من خلال إجابتك سوف تتعرفين على الجواب الأول. خط الطول الرئيسي هو خط غرينتش، والهدف منه تقسيم الكرة الأرضية إلى خطوط الطول لتحديد موقع نقطة على سطح الأرض. أما دوائر العرض في المستند رقم 2 هو الخط الرئيسي، والهدف منه تقسيم الأرض إلى دوائر عرض لتحديد موقع نقطة معينة على سطح الأرض وتحديد الأقاليم المناخية. الشبكة الجغرافية: خطوط الطول. يقدر دوائر الطول بعدد 360 خط. تلتقي هذه الخطوط في القطبين. الخط الأساسي هو خط غرينتش ويحمل الرقم 0، ويقسم الخطوط الطول إلى 180 خط شرقاً و180 خط غرباً. أما الخط المقابل لخط غرينتش يسمى بخط الزوال. دوائر العرض: هي دوائر كاملة موازية لخط الاستواء، عددها 180 خط. هي تتقاطع عمودياً مع خطوط الطول، يقسمها خط الاستواء 90 شمالاً 90 جنوباً. يتناقص شعاع هذه الدوائر تدريجيا عند القطبين. أهم دوائر العرض هي الخطوط الرئيسية: خط الاستواء، مدار الجدي، مدار السرطان، الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الجنوبية. النشاط الثاني: نتائج دوران الأرض حول نفسها. من خلال الصور التي أمامك في المستند رقم 3 و4 ومستند رقم 5، سوف تتعرف الطالبة على هذه النتائج من خلال الصور المعروضة. السؤال: ماذا يحدث حين تدور الأرض حول نفسها بالرجوع إلى مستند رقم 3؟ كيف يؤثر دوران الأرض حول نفسها وعلى الرياح
بالرجوع إلى مستند رقم 4، ماذا يحدث لمنطقة الاستواء حين تدور الأرض حول نفسها؟ نعود إلى مستند رقم 5. الإجابة للسؤال الأول، عندما تدور الأرض حول نفسها يحدث أولاً تعاقب الليل والنهار. عندما تدور الأرض حول نفسها تنحرف الرياح عن مسارها في مستند رقم 4. وعندما تدور الأرض حول نفسها يحدث الانتفاخ الاستوائي في مستند رقم 5. نتائج دوران الأرض حول نفسها، أولاً تعاقب الليل والنهار والحركة الظاهرية للشمس. كيف يحدث؟ نتيجة دوران الأرض حول نفسها يحدث تعاقب الليل والنهار. تدخل جميع النقاط الواقعة على خط الطول نفسها في النور، أما الخطوط المقابلة لها تدخل في الظلام. تنتظم الحياة على سطح الأرض وفقاً لهذه الحركة، فيحدد شروق الشمس وغروبها، وقت العمل، مواعيد الصلاة، إيقاع الحياة عند الحيوان والنبات والإنسان. ولولا دوران الأرض حول نفسها لما توفرت شروط اللازمة للحياة كالحرارة والضوء والرطوبة المناسبة لحياتنا. الحركة الظاهرية للشمس، يقصد بها الحركة الظاهرية أثناء تعاقب الليل والنهار، كأن الشمس هي التي تتحرك في السماء من الشرق إلى الغرب، لكن في الواقع هي التي تتحرك. نتائج دوران الأرض حول نفسها، 2، المناطق الزمنية. لضبط الوقت على سطح الكرة الأرضية تم تقسيم اليوم إلى 24 وحدة زمنية، سمي كل منها ساعة واحدة. تقطع الشمس المنطقة الممتدة كل 15 خط طول خلال ساعة واحدة، ما يسمى بالمنطقة الزمنية، ويكون التوقيت واحد في كل منها. اعتمد خط غرينتش كخط أساسي للتوقيت العالمي، فكلما ابتعدنا عنه شرقا أو غربا كلما زاد أو نقص الوقت. التوقيت الزمني على سطح الأرض، خطوط الطول تقسم التوقيت العالمي، فكلما ابتعدنا شرقا عن هذا الخط ازداد الوقت، وكلما اتجهنا غربا نقص الوقت. نتائج دوران الأرض حول نفسها، 3، تغيير مسار الأجسام الغازية والسائلة. تيارات الرياح والتيارات البحرية هي مسؤولة عن تغيير أجسام السائلة والغازية. العالم الفيزيائي كوريوليس فسر هذه القوة فسميت باسمه قوة كوريوليس. كوريوليس حدد سبب انحراف الرياح، وهي بسبب دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق. 2، بسبب اختلاف سرعة دورانها على خط الطول الواحد. مثال: الرياح الباردة التي تهب من القطب الشمالي باتجاه الاستواء تنحرف نحو يمينها وتصبح شمالية شرقية، أما الرياح المدارية التي تهب من مدار السرطان باتجاه الشمال فتنحرف نحو يمينها وتصبح جنوبية غربية. هناك قوة مركزية طاردة تدفعها من المركز إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الانتفاخ الاستوائي وتفلطحها عند القطبين كما هو في المستند الذي أمامنا.
طريقة حساب الزمن. حساب الزمن بين مدينتين نتبع الخطوات التالية: أولاً، إذا كانت المدينتين تقعان شرق خط غرينتش، فتطرح بين خطي الطول 45 مثلاً ناقص 30 درجة يساوي 15 درجة. 2، إذا كانت المدينتان تقعان غرب خط غرينتش، فنطرح ما بين الخطين 45 درجة ناقص 30 درجة يساوي 15 درجة. الخطوة الثالثة: إذا كانت المدينتان واحدة تقع في الشرق من خط غرينتش والأخرى تقع في الغرب، فنجمع ما بين الخطين. مثال: 60 زائد 30 درجة يساوي 90 درجة. تقسم النتائج الحاصلة على 15، وإذا كان لا يقبل القسمة على 15 نضربه في 4. 5، الخطوة الأخيرة: يتم حساب فرق الساعات مع الأخذ في الاعتبار كلما اتجهنا شرقا نزيد الساعات، وكلما اتجهنا غربا ننقص الساعات. طريقة حساب الزمن. مثال: إذا كانت الساعة 6 صباحا في مدينة المنامة الواقعة على خط طول 50 درجة شرقا، فكم تكون الساعة في مدينة واشنطن الواقعة على خط طول 70 درجة غربا؟ لنتبع الخطوات السابقة. أولاً، لقد وجدنا هناك مدينة في الشرق وهناك مدينة في الغرب. إذن العملية الأولى جمع، الناتج 120 خط طول. الخطوة الثانية: 120 ضرب 4، من أين أتينا بالأربعة؟ هي فارق الدقائق ما بين كل خط، تساوي 480 دقيقة. تحول إلى ساعة، فنقسم الناتج قسمة 60. الناتج الفارق 8 ساعات. كيف نوجد الزمن الموجود لدينا هنا أو المجهول لدينا؟ بما أن المنامة تقع على خط طول 50 درجة شرقاً والساعة بها 6، فالوقت في واشنطن يقل عنها 8 ساعات لأنها تقع في الغرب، فكلما اتجهنا إلى الغرب نقص الوقت، فذلك تكون الساعة بهذه المدينة 10 مساء قبلها بيوم. طريقة حساب الزمن. تطبيق رقم 2: إذا كانت الساعة 9 صباحا في مدينة الخرطوم الواقعة على خط طول 30 درجة شرقا، فكم تكون الساعة في مدينة نيودلهي الواقعة على خط طول 75 درجة شرقا؟ إجابة التطبيق: إذا كانت الساعة 9 صباحا في مدينة الخرطوم الواقعة على خط طول 30 درجة شرقا، فكم تكون الساعة في مدينة نيودلهي الواقعة على خط طول 75 درجة شرقا؟ الخطوة الأولى: لدينا مدينتان تقعان في الشرق، إذن العملية نطرح 75 درجة ناقص 30 درجة يساوي 45 خط طول. لدينا خطوتان: الخطوة الأولى يمكننا أن نأخذ الإجابة الأولى نقسمها على 15 يساوي 3 ساعات. من أين أتينا بال 15؟ هي عبارة عن الفارق بين خطوط كل 15 خط ساعة. الطريقة الثانية: 45 ضرب 4،
من أين أتينا بالأربعة؟ هي الفارق ما بين خط طول وخط طول آخر يقطع في 4 دقائق. الإجابة 180 دقيقة، نحولها إلى ساعة، إذن نقسمها على 60 دقيقة يساوي 3 ساعات. بما أن الخرطوم تقع على خط طول 30 شرقا والساعة بها الساعة 9 صباحا، فالوقت في نيودلهي يزيد ب3 ساعات لأنها تقع بالشرق، بذلك تكون الساعة في نيودلهي الساعة 12 ظهرا. انتهى الدرس، شكرا لكم وشكرا للإصغاء.